لقاؤنا اليوم نخصصه مع السيدة هميش تروت الرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة بعد الإعلان عن هذه النتائج وإعادة الهيكلة. أهلا بك معنا سيد هميش وشكرا على وجودك. تحول جيد يعني بالنسبة لأرابتك خلال النصف الأول بعد خسائر كانت تكبدتها بالنسبة للنصف الأول المقارن ب 2016. كيف استطعتم التحول لهذه الربحية؟ أحدث أو أهم حدث حصل في الأشهر الستة الماضية هو استكمال عملية إعادة رأسمالة الشركة، وفي واقع الأمر لم نكن قادرين على تنفيذ المشاريع نتيجة عدم امتلاك ما يكفي من الإنتاجية والأموال النقدية، وبدعم من المساهمين أنجزنا عملية إعادة الرأسمالة، وهذا الأمر مكننا من التركيز على عمليات الشركة والإيفاء بوعودنا. هناك أمران يجب أن تنجح فيما شركات الإنشاء، أولا الموضوع النقدي والثاني هو الموظفين. ما حصل في الأشهر الستة الماضية هو أننا أدخلنا دماء جديدة إلى الشركة. الآن لدينا فريق قيادة في الشركة القابضة وفي شركاتها على أمل أن ينقلوننا إلى مستقبل جيد ومشرق ومستدام. نعم، لكن يعني لدى الشركة خلال الأربع سنوات الماضية كان في نسبة عالية من المخاطر، أكيد إعادة هيكلة الشركة كانت ركزت على إدارة المخاطر بشكل كبير. سيد هميش، ما هو البند الأهم الذي استطعتم أن تقلصونه بإدارة هذه المخاطر وهو ما حولكم للربحية؟ الأمر الأساسي هو الفوز بمشاريع قادرة على تحقيق مستويات جيدة من الربحية والأموال النقدية إلى المساهمين. وضعنا آلية تسمح لنا بتقويم الصفقات والمشاريع، وأيضا نريد الفوز بمشاريع من زبائن نعتقد بأنهم سيكونون قادرين على تمكيننا من العمل بكفاءة وإنتاجية عالية. وعملية الموافقة المطبقة كانت حدثا هاما، وكل المشاريع التي فزنا بها هذا العام فزنا بها من خلال عمل شركة أرابتك. كأرابتك نحن نريد أن نعمل كشركة لصالح المساهمين. نحن نقدم على عروض في المناطق الجغرافية الأساسية بالنسبة لنا والكفاءات الأساسية، والأمر لا يقتصر على الفوز بأي مشاريع وإنما الفوز بمشاريع نستطيع تنفيذها وتناسب السوق التي نحاول العمل فيها. وبناء على النتائج أنت تحدثت عن المشاريع النصف الأول، وفي شهر أغسطس أعلننا عن مشروعين بقيمة إجمالية تزيد عن المليار درهم. إذن نحن نفوز بالمشاريع حاليا، وهذه الأعمال تساعد في استبدال المشاريع السابقة قيد التطوير التي لم تكن مربحة. هذا ما سيساعدنا في الربحية مستقبلا. نعم، لكن وهذا السؤال مهم سيد هميش، يعني بالنسبة لنوعية اختيار المشاريع أنت تتحدث عن قدرة أرابتك للتنفيذ، لكن ألا تنظرون أيضا لهامش الربحية بالنسبة لهذه المشاريع، خصوصا أنه قطاع المقاولات بشكل عام بالإمارات كان عانى من تراجع هوامش الربحية للمشاريع التي كانت ترسى على العديد من الشركات وليس فقط على أرابتك، ألا تنظرون أيضا وتأخذون هامش الربح بعين الاعتبار عند اختيار هذه المشاريع؟ هذا سؤال وجيه جدا، لأن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول موضوع الربحية وهامش الأرباح. المهم بالنسبة لشركات الإنشاء هو أن تفهم القيمة المقترحة إلى الزبائن. شركة أرابتك موجودة هنا منذ أكثر من 40 عاما، نحن ساعدنا في بناء هذا البلد وهذه الأمة، ومن المهم أن يفهم الناس بأن لدينا خبرة وقيمة كبيرة في هذه الشركة. نحن نراجع التكاليف المباشرة والابتكار وسلاسل التوريد من أجل تحقيق الأسعار الصحيحة، وإذا سعرنا بشكل صحيح فنستطيع تحقيق أرباح ومش أرباح، وهذا الأمر سيولد الأرباح بالنسبة للمساهمين في نهاية المطاف. نحن نريد أن نقدم على مشاريع أقل ونريد تحقيق نجاح أكبر. لدينا أكثر من 50,000 موظف في الإمارات من العمال الذين يفتقرون المهارات العالية، ولكن لدينا مدراء أيضا كبار، لدينا سلسلة من الموظفين في مختلف الشرائح، ونريد تنفيذ المشاريع التي نعتقد بأنها قابلة للتطبيق والمشاريع التي تضمن الاستدامة الاقتصادية
لنا وللبلاد. ما هامش الربح الذي تستهدفونه؟ يعني أنتم اليوم استطعتم أن ترتفعوا بهامش الربح إلى مستويات 5% مع نوعية المشاريع التي تنفذونها وتختارونها سيد هاميش، ما هي المستهدفات لهوامش الربح لأرابتك للفترة القادمة؟ الأمر الأساسي هو أننا شركة تعتمد على المشاريع، نحقق الأرباح من هذه المشاريع. وإذا نظرت إلى المشاريع التي ننفذها عموما، مشروع البناء هوامش أرباح أقل، وعندما نتحدث عن مشاريع متخصصة نستطيع تحقيق أرباح أعلى. إذا نريد أن نوازن محفظتنا من المشاريع التي نسميها مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية، وسوف يساعدنا هذا الأمر في العودة بهوامش أرباحنا للمستويات المعتادة. عادة هوامش أرباح في مشاريع الإنشاء في العالم متشابهة، هناك رغبة في تحقيق عوائد بين 3 إلى 5% عندما تكون الأمور قد عادت إلى طبيعتها واستقرت. نعم، حسب العرض الذي أعددناه يعني حول إيرادات أرابتك القابضة، يبدو بأن قطاع الإنشاءات كان استحوذ على النسبة الأكبر 57% مقارنة بالأعمال الميكانيكية وكذلك الغاز. هل هذا يعني أن أرابتك سيكون هدفها التركيز على الإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى، أم هناك رؤية جديدة ضمن إعادة الهيكلة التي يعني قمتم بها مؤخرا بالنسبة لقطاعاتكم؟ طبعا هذه التفاصيل هي عبارة عن تقسيم إلى شرائح، وكما قلت نحن نريد أن نركز على مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. حاليا معظم الفرص التي تأتي إلينا مرتبطة بمشروع إكسبو 2020 إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. هذه المشاريع وأعمال البناء اخترنا جناح الإمارات في معرض إكسبو، وأيضا دبي ساوث مول، وهناك فيلل، ونحن جزء من أو ننفذ برج رؤية 2020 الذي سيصبح مشروعا تجاريا وفندقا في إكسبو. إذا هناك مشاريع تطرح علينا وهي مرتبطة بمشروع إكسبو. عندما يتحدث الناس عن النفط والغاز، نحن لا نحفر بحثا عن النفط والغاز ولا ننتج النفط والغاز، وإنما نقدم خدمات إلى شركات النفط. ربما نبني أنبوبا أو نبني مشروعا أو مقر إقامة للشركة أو شيء من هذا القبيل. إذا نحن نركز على تقديم خدمات الإنشاءات، ونفضل العمل على مشاريع ممولة من الحكومة ومشاريع ممولة من القطاع الخاص. ومن المهم أن يكون لدينا مزيج من المشاريع يشمل مختلف القطاعات ويغطي كفاءاتنا الأساسية ويغطي مناطق جغرافية مختلفة وزبائن مختلفين. حاليا هناك تحسن في الفرص. في بداية العام كان لدينا 13 مليار درهم من المشاريع الصفقات بالأحرى قيد التحضير، وفي الأسبوع الماضي عندما دققت في الرقم وصل إلى 16 مليار من المشاريع التي ندرسها. إذن هناك سوق جيدة نستطيع الاستثمار والعمل فيها على المدى المتوسط. سنتحدث عن عمليات التمويل الخاصة بالمشاريع سيد هاميش، لكن قبل أن نتوقف مع فاصل أجبني فيما يخص قطاع النفط والغاز. تتحدث أنتم يعني ربما لا تقدمون نفط وغاز، إنما هي فقط خدمات بالنسبة لهذه الشركات، لكن هل تراجع أسعار النفط يخدم الآن توجهاتكم بهذا القطاع وبهذه الخدمات التي تقدمونها؟ على المدى القصير وحالما يكون هناك تراجع في أسعار أي سلعة أولية، فإن واحدة من الاستجابات السريعة لأي شركة هي أن تخفض النفقات الرأسمالية. هذا أمر سلبي بالنسبة لشركات الإنشاءات، لكن على المدى البعيد ومن أجل الاستدامة هذا الأمر يتحول إلى فرصة، لأن الشركات تبدأ بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتبدأ بالتركيز على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وإعادة موازنة النموذج التجاري. والكثير من المشاريع التي نفوذ بها، واليوم وأنا قادم من أبوظبي إلى الاستوديو، تارجت واحدة من شركاتنا فازت أو الهدف فازت بمشروع لم يكن مشروعا كبيرا، لكن هو مشروع مرتبط بتحسين الإنتاجية والأداء. نحن نعتقد بأنه على المدى القصير سوف نحصل على فرص ستساعد في خلق نموذج تجاري مستدام وتحقيق عوائد مستدامة لزبائننا ومساهمينا. إذا نظرنا إلى المدى البعيد فسيكون هناك تحول
لتحسين الإنتاجية في مختلف البلدان، وهذا يعني أن الحكومات ستبدأ ببناء مشاريع البنية التحتية من أجل تحسين الإنتاجية والكفاءة في البلاد، وكل الشركات العاملة ستستفيد من هذا الأمر. إذن على المدى القصير انخفاض أسعار النفط مشكلة، لكن العالم يتمتع بقدر كبير من المرونة على مقاومة الصدمات، والناس يتخذون الإجراءات الضرورية لإعادة التوازن، والجميع دائما يعمر، وعادة الناس أيضا يستثمرون في مشاريع البنية التحتية لخلق الفرص الاقتصادية، وهذا يساعدنا بالطبع. قد نتحدث عن قيمة العقد إذا كانت متوفرة يعني سيد هميش، هذا العقد الذي فزتم فيه والتي تتحدث عنه وأنت قادم للاستوديو، هل هناك قيمة لهذا العقد؟ وهل يمكن أن تطلعنا على الجهة التي فزتم من قبلها؟ لكن أرجو أن تبقي الإجابة لبعض الفاصل. فاصل قصير مشاهدينا، نعود لاستكمال هذا اللقاء الخاص مع السيد هميش تويت وهو الرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة. نعود مشاهدينا لاستكمال اللقاء الخاص مع السيد هميش تريوت وهو الرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة. كنا نتحدث قبل الفاصل سيد هميش عن العقد، يعني ذكرت أنه يعني عقد يعتبر صغير نسبيا، لكن لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا العقد الذي وقعتموه مؤخرا. لا أريد أن أقلل من قيمة العقد عندما أتحدث عن قيمة قليلة، لكن عادة هناك عتبة نعلن عن مشاريع فوقها وهي دون هذه العتبة، لكن المشاريع القيد التطوير فيها مشاريع جديدة ومشاريع ربما تعتبر صغيرة نسبيا، لكن كلها مشاريع مهمة في نهاية المطاف لأنها تساعدنا على إقامة علاقة مع الزبائن، وهي تساعدنا في الدخول إلى معمل أو منشأة، ومن ثم يمكن البناء على هذا الأمر مستقبلا. لا أريد التقليل من قيمة العقد. لدينا شركة اسمها تارجت أو الهدف، وهي متخصصة بأعمال البنية التحتية وخاصة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز. هذا هو المشروع الذي فزنا به اليوم، وعادة المشاريع الجديدة هي أخبار سارة، وهناك أيضا مشاريع نجري تقويما لها ونتطلع إلى أن نفوز بها مستقبلا. نعم، ماذا عن التوزيع الجغرافي الآن بالنسبة لاختيار هذه المشاريع؟ لأنه البيان أوضح بأنكم تركزون على الأسواق الرئيسية، ما هي الأسواق الرئيسية الآن التي تستهدفها أرابتك، وهل ستكون يعني جغرافيا مناطق على حساب أخرى وفقا لإعادة هيكلتكم؟ I think
الأمر الأساسي لا يقتصر على الجغرافيا وإنما على الزبائن. نحن قررنا بأننا شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ونريد دعم القطاعات المختلفة هنا. حاليا نحن نساعد في تمويل مطار البحرين بدعم أو بتمويل من أبوظبي، وفي الأردن نحن لدينا مشروع السرايا في العقبة وسانت ريجز في عمان، جزء من إيجل هيلز، وأيضا من الإمارات. إذن نحن نلحق زبائننا إلى الأسواق الأخرى التي يعملون فيها طالما أننا نستطيع تخديمهم، لكن التركيز الأساسي حاليا هو على الإمارات لأن غالبية الفرص المتاحة لنا على المدى القصير في الإمارات. نحن لا نقرر المشاريع التي تبنى، الزبائن هم يقررون مشاريعهم ونحن نقدم لهم خدمة، ونحن نتمتع بالرشاقة وقادرون على التنقل ضمن السوق. وبالنسبة إلى المدى الأبعد، أعتقد أن السعودية ستمثل فرصا مهمة بالنسبة لنا، وعلى المدى الأبعد دول مثل مصر أيضا ستشكل فرصة لنا. إذن حاليا لازلنا نتمتع بنظرة إيجابية تجاه المشاريع التي يمكن أن نفوز بها. هناك موضوع قطاع النفط والغاز، نحن نراقب أداء الاقتصاد في المنطقة بناء على التأقلم مع هذا الوضع الجديد الذي نشهد فيه استقرارا في أسعار النفط. نعم، تتحدث عن مصر هنا سيد هميش، يعني هل تعتبرون نسب المخاطرة تعتبر عالية وخصوصا بعد عمليات تعويم الجنيه التي حدثت، أم أنتم احتسبتم أيضا هذه الخطوة لأنه أرابتك كانت منذ فترة مهتمة بالدخول للسوق المصري؟ إن ما يحرك الفرص في مجال الإنشاءات هي السكان كعامل أول. نحن نبني مشاريع بنية تحتية اقتصادية واجتماعية، وأي بلد فيه عدد كبير من السكان لديه احتياجات كبيرة في مجال البنية التحتية، وأي بلد لديه موارد لديه احتياجات كبيرة في مجال البنية التحتية. والبلاد الجذابة بالنسبة لنا هي البلاد ذات العدد الكبير من السكان، والبلاد ذات القاعدة الاقتصادية المتنامية، والبلاد التي تصدر الموارد والسلع، وكذلك البلدان التي لديها اهتمام بالسياحة. نحن نستهدف إذن الدول التي لديها سكان والدول التي لديها خطط واضحة لمشاريع البنية التحتية، والبلدان التي يعتمد النمو فيها على قطاع الإنشاء والإنفاق على مشاريع البنية التحتية. نعم، نتحول لعمليات التمويل الآن، يعني دعنا نبدأ بالحديث عن سيولة الشركة. ما هي السيولة المتوفرة الآن بعد إعادة الهيكلة لأرابتك، وكيف ستتم عملية أيضا تمويل هذه المشاريع الجديدة التي يعني حصلتم عليها؟ أول شيء يجب أن يعرفه الناس هو أننا شركة إنشاءات ولسنا مصرفا. في غالب الأحيان يخطئ الناس في تحديد دور شركات الإنشاء. نحن نقدم خدمة إلى زبائننا والزبائن يدفعون المال مقابل هذه الخدمة. إذن أول مكان نتطلع إليه للحصول على السيولة هو من خلال المشاريع التي نعمل عليها. إذن نحن نقدم العروض إلى الحصول على مشاريع من ناس يستطيعون أن يسددوا لنا الأموال. حاليا نحن مرتاحون لوضع ميزانيتنا بعد إعادة الرسملة. هذا الأمر قدم لنا فرصة من أجل مستقبل مستدام في الشركة. هل يمكن أن نعرف حجم السيولة التي يعني لدى بعض المشاريع التي حصلتم عليها؟ ما هي أيضا الديون؟ هل هناك أي ديون مترتبة الآن على شركة أرابتك سيد هميش؟ خلال عملية إعادة الرسملة أعدنا التفاوض على ديوننا مع كل المصارف، والمصارف عملت معنا بشكل وثيق من أجل ضمان تمديد أو من أجل تقديم الدين على عدد من السنوات، وحاليا لدينا سيولة كافية لكي نحسن إنتاجيتنا في مشاريعنا، وهذا ما نتطلع إليه حاليا أي المشاريع. لا زالت هناك الكثير من الأعمال التي يجب أن تنجز فيما يخص الحصول على المستحقات السابقة. وبما أننا أنجزنا عملية إعادة الرسملة وبما أننا بدأنا بالفوز بمشاريع تناسب
شركتنا، فسننتقل من التركيز على الإدارة إلى التركيز على القضايا التشغيلية وحل المسائل العالقة الموروثة من الماضي أيضا. هل التفاوض مع البنوك تم على قروض طويلة وقصيرة الأجل أم على مجمل هذه القروض التي لدى أرابتك؟ واحدة من الأمور في هذه السوق هو أن هناك نظرة قصيرة بخصوص السيولة. الكثير من تسهيلات رأس المال العامل، هذا أمر يجب أن يتغير. شركة أرابتك القابضة يجب أن تحصل على تسهيلات مرتبطة بمشاريعها. هذا الأمر مرتبط بتطور الصناعة في هذا البلد. الكثير من المشاريع كانت عبارة عن مشاريع مشتركة، والمشاريع المشتركة تريد تحصين الأموال ضمن الشركة. في المستقبل سوف نراجع الأمر بطريقة مختلفة. نريد بناء علاقة أوثق مع المصارف التي تدعمنا، ونريد الحصول على تسهيلات تناسب المجموعة بأكملها، لكن هذا أمر يستغرق وقتا لأن هناك تسهيلات قائمة حاليا يجب أن ننتهي منها أولا. يعني المستثمرون يتوقعون أيضا بعد إعادة الهيكلة عملية توزيعات بعد فترة طويلة امتنعت الشركة عن التوزيعات سيد هاميش، وهذا ما يترقبه المستثمر بالسوق. متى يمكن أن نعطي وعد ربما للمستثمر أن أرابتك يمكن أن تعود لسياسة التوزيعات النقدية، وهل سيكون هناك عملية إعادة زيادة رأس المال بعد الخفض الذي تم بمليار و500 مليون مؤخرا؟ هذا سؤال وجيه، لأن الكثير من الناس تجاهلوا هذا الأمر. خلال عملية إعادة الرسملة، المساهمون في الجمعية العامة وافقوا على إعادة الرسملة، وأيضا وافقوا على إطفاء الخسائر. لماذا كان هذا الأمر مهما؟ لأن هذا الأمر يعطينا الاستقرار لدفع التوزيعات، وبالتالي مع عودة الشركة إلى تحقيق الربحية النقدية فنحن نريد إعادة القيمة إلى المساهمين جزئيا من خلال دفع التوزيعات. الناس يجب أن يفهموا بأن وظيفتنا في الإدارة هو إعادة الأرباح المستدامة البعيدة المدى إلى المساهمين، وهذا الأمر نفعله من خلال التوزيعات، والسوق تكافئ الشركة من خلال زيادة سعر سهم الشركة. نحن لا نسيطر على سهم الشركة، لكن نستطيع تقديم الشركة بطريقة تقدرها الأسواق، وخاصة مع تحسن أداء الشركة، لكن نحن لا نستطيع السيطرة على التوزيعات. هذا أمر خاضع لموافقة مجلس الإدارة، ونحن أوضحنا بأننا نخطط لفعل هذا الأمر خلال مرحلة التعافي الممتدة على 3 مراحل. يعني أشكر وجودك معنا سيد هاميش، العديد من الأسئلة يترقبها المستثمرون لكن للأسف انتهى وقتنا. شكرا على وجودك معنا سيد هاميش تروت، وأنت الرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة، على كل هذه المعلومات. وقفة إذن مشاهدينا مع الفاصل، بهذا نأتي إلى نهاية هذه المقابلة الخاصة.